واحنا بنتكلم عن دور مصر دكتور، لازم نشير كمان الى دور مصر حكومة وشعبا، لانه في حالة من التوجه المصري لدعم القضية الفلسطينية، وده ثابت على مدار التاريخ. يعني التاريخ يبرهن هذا الكلام، انه اي تصعيد كان بيحصل في غزة مصر كان لها دور فيه، وكان اخرهم طبعا في 2021. مصر فاهمة طبيعة الصراع كويس جدا، وعارفة ما يحدث، منفتحة على كل الاطراف الموجودة هناك، فبالتالي هي طرف بالفعل قادرة ان هي تدخل للوساطة، في حين تعجز بعض الأطراف الإقليمية والدولية عن الوساطة في مثل هذا الصراع. وعشان كده دايما الوسطاء الأجانب أو الدول الغربية دايما بينسقوا مع مصر في أي صراع بيحصل في القضية الفلسطينية. عايز أتكلم مع حضرتك عن الدور المصري والشعبي، الدور المصري الدولة بكافة مؤسساتها وبالإعلام المصري كله، وفي نفس الوقت أيضا الدعم الشعبي لهذه القضية. شوف أستاذ محمد، القضية الفلسطينية هي جزء من الضمير الإنساني المصري، يعني جزء من العقل والضمير المصري. طبعا يعني هناك يعني طبعا المصريين جربوا الحرب وجربوا الصراع مع إسرائيل واكتووا بنار هذا الاحتلال، ويعني وبالتالي هم يدركون جيدا المعاناة الفلسطينية، ويدركون جيدا أن إنهاء هذه المعاناة لابد من أن يكون هناك حق هذا الشعب في أن يكون له دولة مستقلة ويعيش كبقية شعوب الأرض. ولذلك شكل هذا الدعم الفلسطيني والحياز القضية الفلسطينية جزء من الضمير الإنساني على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي. يعني على المستوى الرسمي طبعا يعني منذ عقود، وخاصة في الفترة في آخر 10 سنوات، في يعني في المواجهات 2012 2014 و21 و22، كان مصر هي اللي تأخذ زمام الأمور، كانت دائما حريصة على انحياز للجانب الفلسطيني للقضية الفلسطينية، دعم القضية الفلسطينية، وتتحرك لوقف هذا العدوان والتصعيد. رأينا في مايو 21 عندما وقف العالم صامتا وعاجزا عن الحرب التي استمرت 11 يوم، وتدخلت مصر بثقلها السياسي والأمني وقدرتها وعلاقاتها وخبرتها في إدارة هذا الملف، ووقفت الحرب وأسرت إلى هدنة، وشكر الرئيس بايدن بالرئيس السيسي واتصل به التليفون والأمم المتحدة، وكل لأن كل وقف عاجز أو صامت عن هذا العدوان، وانحازت مصر ونجحت. لكن تظل التحدي هو في وجود الحكومة المتشددة في إسرائيل الذي تريد أن تجر المنطقة إلى الهوية، يعني بدلا من أن يكون هناك يعني نزوع نحو السلام والاستقرار وإقامة بيئة طبيعية للتعايش والتعاون والازدهار، وهم يغزون البيئة الصراعية كما نرى انتهاكات الأقصى، انتهاكات الموثيق، وهذا طبعا بمباركة ورعاية غربية فيشجع إسرائيل ويعطيها الدول الأرض. ولذلك الجهود المصرية كانت متواصلة في دعم الفلسطينيين على هذه المسارات الثلاثة. طبعا الجانب الشعبي مهم، يعني أزمة الأخيرة يعني عكست هذا الالتفات الشعبي، يعني هذه الانتفاضة المساعدات، كل الشعب المصري التبرع بالدم من المساعدات على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرقمي. يعني عندما تمشي الان في الشوارع بتجد كل المصريين كلهم مهتم بهذا الامر، يعني حتى يعني القهاوي ويعني المقاهي وهذا المصر كله، انه يعني هو بيتعاطف مع الجانب الفلسطيني مع القضيه الفلسطينيه، هي جزء من الضمير لا يمكن محوها. ولذلك شكلت مصر فلسطين منتشره في الشوارع المصريه، الاعلام كلها والاطفال الان هم يعني بدات الوعي بهذه القضيه وكله مهتم الان، لان بالطبع يعني في جزء انساني، لا احد يستطيع ان يصمد امام هذه يعني هذا القتل والاطفال الابرياء، وان ترى يعني احياء بكاملها تهدم وناس تحت الركام واطفال يصرخون ولا مستشفيات بدون ماء وكهرباء. طبعا مشاهد طبعا يعني المفترض ان العالم المتحضر يعني تجاوز هذه الامور، لم تحدث حتى في الحروب العالميه عندما نرى هذا، والمشكله انه يتم بمماركه غربيه يعني بدعم غربي وتعالي. تخيل ان مجلس الامن الدولي المناط بحفظ الامن والسلم الدولي حتى الان عاجز ان يصدر قرار بهدنة إنسانية تخلى مساعدات، يعني لا نتكلم عن دوره في حفظ الأمن والسلم ووقف التصعيد والزام إسرائيل بوقف عدوانها، لا نتكلم عن هذا، هذا أصبح من يعني من الأمنيات المستحيل، نتكلم عن أبسط الحقوق أن يصدر مجلس الأمن قرار بتخلى المساعدات. روسيا قدمت مشروع قرار رفضته أمريكا، لماذا؟ لأنه اعتبرت أنه لا منحاز ضد إسرائيل، يعني أنت تتكلم عن أنقاص في 24 ساعة لكل مناطق غزة، لا توجد منطقة آمنة، وبالتالي هنا الاهتمام من الدور المصري، كان الدور المصري مهم هو الحاضن والداعم للقضية الفلسطينية. يعني في اعمار غزه في مايو 21 مصر التي تدخلت وقامت باعمار غزه وقدمت مساعدات نصف مليار دولار. على المستوى الترتيب البيت الفلسطيني، يعني عشرات اللقاءات في مصر وترتيب والمصالحه الفلسطينيه وبلوره رؤيه فلسطينيه مشتركه. على المستوى السياسي في كل لقاء الرئيس السيسي، في كل خطاب، في كل محفل دولي، دائما القضيه الفلسطينيه حاضره في قلب، ودائما الرئيس السيسي يقول ببساطه القضيه الفلسطينيه ام القضايا، هي القضيه المركزيه، هي مفتاح الامن والاستقرار في الشرق الاوسط. اذا ارادت امريكا والدول الكبرى واسرائيل وكل هذه الدول تحقيق بيئه مزدهره وتعاون طبيعيه، لان يعني
الطبيعي والمنطق والامور يقول ان هناك ازمات عالميه واقتصاديه وكورونا وتحديات، هذا بيفرض على الدول ان تلتفت الى التعاون والازدهار، يعني الحروب ستفاقم من المعاناه. صحيح. وبالتالي البيئه الصراعيه ستضر الجميع. كانت الخطاب الرساله المصريه والخطاب المصري ان لابد من حل هذه القضيه بشكل عام.